صباح الخير، اليوم 7 من رمضان. ليش عزمنا؟ ايش عملتي في الكليب؟ سويت هذا الكليب يعني الكليب مش معلقة، مش عاد فيا هو ولا حد صاحي في المشاورة ما حد. ايش عملتي في الكليب؟ بس الحمد لله كل كلب زين لقيته برجلي ونزاق؟ انا ما كنتش منتبه عليه، بمشي بفكره بس. طيب لو فجأة عشان بيحكي اني خفت لما شفته. طب خلص انت ليش بتخافي؟ ما تخافيش منهم، بصيروا ألفين، بصيروا بيعرفوا اهل المنطقة. ما بصير لما الاقي الشرف هذا بصير احكي لا خلص بتخافي، مش حيعملوا فيك كل شيء. خلص بس على الفاضي. يا تروح من الشارع وانت تروح من الأرتيب. يلا سلام. طبعا مش انا اللي طباخة اليوم، طباخة اسلام حشت هذول بصل وسماء، وهذه حشتها رز، وعشان حشتها رز شوف كيف فصلتها. وابل الكبسة وبندورة مقطعة، ومقطع بصل، حتى ليمون، وحتى خلص رز. هي عادة بتطبخ فيه عشان تحطه عند الفخذ. اللي ساعة ونص بستنى بيجام عشان دورة التسويق. افرجيكم الجنين وانا ماشي، جنين تنجي شوف محرصة العصافير والدنيا هادي ورايا. حلوة الجامعة في هذا الوقت، بس الواحد تعبان، الصيام مفيش حاجة الواحد ياكلها صعب. افرجيكم شجرة كلها ورد يا زلمة، شوفوا شوفوا هالقطه كيف الارض، بس البنات قاعدين بتصور فبنشقرب عليهم كتير. شوفوا ما بديش كتير اقرب عشان بس في بنات بتصور، يعني ترى ما بخصوصي شمع من كمان شوفوا كيف الورق بتبقى تصور. زاوية تانية يعني. طبعا التجول لقيت مسموح لانه الدنيا هيك. شوفوا احلى ظل الشجرة، يا الله هذا ظل الشجرة هيك. طبعا هلقيت احنا مفروض نروح، يعني سامحينا نروح من جامعة الشباب، الدنيا فاضية.
امبارح الاربعاء طول الوقت مضيت وانا بعمل فلوجز، واليوم الخميس موجودين في الدار مش حطلع ولا مكان، لان بس اطلع بحس الوقت ضاع. فحدرس يمكن اظن للساعة 12 بدرس، يمكن حيكون عندي اصلني ساعتين شغل وبس، بعدين خلص طول الوقت حدرس ويمكن في اعمل فلوج وخلص.